سلام، بالنسبة للوجيسيال ديال اليوس والمشكل ديال العبار الثابت اللي كيسولوا على العبار، المشكل ديال العبار دابا فاش كتبغيو تدخلوا الصورة كتجيو كديروا بحال ما هاد الشكل، وكتجيو انك كتعطيو العبار، كتعطيو الطول والعرض ديال الصورة. الا ضبط الطول والعرض ديال الصورة من هنا غادي يخرج ليا واحد المشكل. شنو هو المشكل؟ مثلا كليكيت هنا غادي نضبط الاكس والايكريك، غادي تشد ليا العبار ديال الصوره كامله مربعه، هذا مشكل. انا غادي نوريكم العبار الصحيح اللي غادي تبقاو تخدموا به في اليوف بالنسبه لاي واحد كيخدم باليوف. مني غتجي دخل الصوره، هاي الصوره دخلتها للوجيسيال، ندخل الصوره. بحال الا عطيتي الصوره 10 سنتيم راه غادي تجيك 10 سنتيم شاده من هنا حتى لهنا، وغيبقى لك هادشي ديال الخوا، وغيبقى لك هادشي ديال الخوا. ما عمر الصوره غتخرج لك مضبوطه 100% من يلا كتبغيو تدخلوا الصوره. انا شفت بزاف ديال الفيديوهات فيهم هاد الاغلاط، وداكشي علاش حاولت اليوم غادي نوريكم الخدمه الصحيحه ديال لوجيسيال ديال اليوس. اول حاجه انا شحال باغي في هاد الصوره، الصوره فيها 12 سنتيم. انا كنخدم هنا بالمليمتر، ما كنخدمش بالسنتيمتر ولا بالانش، كنخدم بالمليمتر باش الناس كامله تبقى متبعه معايا مزيان. هنا تكون الام مليمتر. غادي نجي غادي نكليكي على نخرج العبارة من هنا ديال الصوره. غادي نخرج العبار من هذه ديال الصورة. بحالاش غنشوف انا شحال باغي في الصورة. بلاتي باش نوضح لكم مسألة اخرى، غنحول هاد البوان دي بار حتى هي بزاف ديال الناس لاقين فيه مشكل. انا حولت هنا، علاش حولت هنا؟ باش نشرح لكم مزيان. هنايا الزوقة شحال فيها 12 سنتيم، 12 سنتيم. يعني الا جيت هنا كليكي هنا ندير 100، ندير اوكي، شنو غتعطيني؟ اوكي، شنو غتعطيني؟ 10 سنتيم في الكارو، 10 سنتيم في الكارو. انا هاد الكارو هاد زدت باش غنوضح ليكم، نوضح ليكم بيوم كتر. غادي تكليكي هنا وغادي تمشي تريقل الصورة، تريقل الصورة من هادي. غنجيب هاد المثلث هنا وغادي نجر حتى لهنا، وغادي نطلق ونقول له ودي هاد العبار اللي انا كليكيت عليه بغيت فيه 10 سنتيم. 10 سنتيم هي 100 مليمتر. ندير اونتري ونصغر الصورة. شنو لاحظتو دابا؟ نرجعها كيما كانت، كانت خارجة على 10 سنتيم، كانت فيها 12 سنتيم، هاي فيني انا رجعت فيها 10 سنتيم. المهم اللي ما فهمش شي حاجه راه نقدر نعاود ليه في فيديو اخر، ما كاين حتى مشكل. حنا بغينا نديرو فيها 20 سنتيم. غادي نجي نخرج لابار ديال الثوره، نكليكي هنا ونجي حتى لهنا ونطلق ونقول له دي بغيت 200، ندير 150. 150 عطاني كارو ونص، عقلو مزيان، كارو ونص. علاش؟ لان الكارو غير باش نتوما تفهموا مزيان كيفاش العبار كيتضبط. هاي 15 سنتيم، هي 150. اما الى درت 200 غتعطيني جوج كاروات. واخا نديرو 200، هاي 200، هذا هو العبار الصحيح ديال الثورة. وفين ما غتبغي تبدا الموديل ضروري البوان ديبار تحولها. انا حاولت نشرح لكم هذا الفيديو ونحيد لكم هذا المشكل ديال كل مرة كنلقى فيديو على العبار الصحيح ديال اليوف، العبار الصحيح ديال اليوف، العبار الصحيح ديال اليوف هو هذا. علاش؟ لان العبار كنشد، كنضبط العبار على الزواقه ماشي على التصويره. مي الا ضبطت العبار على التصويره فانا غنجي هنا والتصويره غتجيني الخنت هنا خارجه، ولا خصني نبقى نقطع فيها بلوجيسيال باش نقاد. المهم مشيو على بركه الله، نخدم شويه في هاد الورده. واخا انا كنت باغي نضبط غير العبار، المهم ندير معكم شويه. بالنسبه لهاد بوان ديبار منين كنغيرها، كنغيرها من هذه،
ديبلاسي ايماج، نديرو هنا ها هي تحولت هنا. بالنسبه لهاد الكروات اللي درتهم هادو غير كنضبط بهم، يعني منين نبغي نشرح شي حاجه نحاول نفهمها بطريقه صحيحه. بالنسبه لاول الموديل ضروري تشوف فيه مزيان وتعرف الابار ديالو شحال، يعني تكون عندك اصلا فكره قبل على الزواقه شحال اللي يكون العبار ديالها. دابا انا مثلا هذه كنشوف فيها ما غتكونش فايته واحد 16 سنتيم. اذا هنجي هنا غندير 160، 160 علاش ما عطاتنيش اوكي؟ لانني ما عرفاتش اشنو غتعبر بقى، ما عرفاش، يعني خصني نكليك هنا ونجي حتى هنا وعاد نجي هنا ندير 150، هي 15 سنتيم. نمشي نتوكل على بركة الله. نبدا خدام اول حاجة الرباطي فيهم هادو ثلاثة، هادو ثلاثة تقدر تخدم بهم الرباطي، وهادي هذا هو الخياطة ديال الران، يعني كنقول بلي حنا بالتقليدي الطرفان او الخياطة عادية. غادي نجي لهادي بسم الله، مشكل كان كل مره كنخدم باللوجيسيال بعض المرات كنكون غادي بالسوري وكنسى شي حوايج وكندير، يعني كيخرجوا ليا في هاد بالنسبه لهنا. انا كيبان ليا كاين واحد الديفو، شنو هو الديفو اللي كاين عندي؟ ديفو، الديفو ملي كندير البلوكات كيبان ليا ديفو. ديفو باش عرفتو ديفو كاين؟ ديفو انا عرفتو غير بالشوفه ديال باش نبغي لكم اللون باش يبان لكم مزيان. ديفو انا عرفتو غير بالكثافه ديال الطرف، عرفت الديفو. كليك هنا ها هي الكثافه شحال كنديرو في اليوف، كنديرو الربعة نورمال، الضربة تكون في الربعة، الضربة عادية تكون في الربعة. واخا هنا بانت ليا بدية وحدة، لكن راه باين ليا خياطة دايزة لتحت. المشكل عندنا في هاد اللوجيسيال ديال اليوف، ديما خصك دير البدية وتبقى غادي ورد بالك مع البروغرام حتى يسالي، يعني البداية المثالية منين غتبدا ومنين غتسالي في الأخير. جي نكليك هنا ياك، كليك على إسباس كلافي، ما عطاتنيش واحد هاي في الهي. هادي وكاينة هادي، هادو جوج. عندي البداية هنا حتى مثالية تكون هنا. نجي ناخد خياطة ديال الران، في اللوجيسيالات الاخرين ما كنديرش هاد الخياطة بحال الويلكوم وطاجيما، ما كنديرش هاد الخياطة، يمكن ليا تنسالي الموديل و اللوجيسيال هو يبدا ويسالي بوحدو. بالنسبه لهاد الرشيمه انا غنلوحها لكم ملي غنسالي، غنلوحها لكم في البلوكر باش اللي بغى يجربها ولا شي حاجه ياخذها. راه لحت موديلات راه بديت كنلوحها عاوتاني في البلوكر بالنسبه اللي كيبغيو يهزو رشامي. هادي على جات هكا خصني نكليك عليها مزيان، وهادي زيد شويه هنا، هادي اللي هنا. فإلا بغيت نزيد بلوك، كاين اللي كيبغي يزيد بلوك في اليوث، اليوث شويه معقد ماشي بحال لوجيسيالات اخرين، كيمكن لي كليك هنا زائد ويجي يكليك هنا هو زادني بلوك، ها هو زادني بلوك اخر ياك. ومني نسالي نقول لي تثبيت، يعني نثبت هذوك البلوكات في اللايفون باش ما يتحيدوش ليا مره اخرى.
نشوف الكثافه ديالها شحال، وإلا كانت الكثافه ما مريكلاش وعطاتني الواحد غادي ندير لها واحد الطريقه اللي غتبقى ديما تعطيني الربعه، باش ما نبقاش كل مره نحماق معاها ونرجع الواحد الربعه، الكثافه كتبقى ليا ديما في الواحد. اذا شنو غندير ليها باش نخليها، باش ما نخليهاش تبقى تعطيني الواحد، تبقى ديما تعطيني الربعه. انا غادي نشرحها لكم دابا. غادي ندير اف تسعود في الكلافي ولا نجي البارامتر، هاي فين هي في بالك يخدم الكلافي، يمكن لي كليك غير على اف واحد درا غادي تعطيه، واخا هاي فين اف تسعود. نعاود ندير انا بالنسبة ليكم اف تسعود في البارامتر، اف تسعود في الكلافي، واخا عطاتني هاد الشكل. انا غادي نجي لهنا اول واحد، هاد الواحد غادي ندير فيه ربعة، ندير نكد عليه مزيان عطاني في الخمسة، درت درت نمشي نخدم دابا واحد اخر ونشوفو واش غتخرج ليا، ترجع ليا الواحد ولا لا. هاي فين هي تسجلات عندي الربعة، يعني ما بقاتش دابا غادي تغير ليا شي حاجة اخرى غير هاد الربعة. واخا علاش درت هاد الخط، الخط علاش درتو ديال الران، الخط درتو ديال الران باش ماكينة غتخدم وغادي تجي هنايا غادي تخدم هادي وغتخرج وغادي تهبط. كما قلت لكم في قبل، هاد المشكل ديال هاد اللوجيسيال ديال اليوف ديما في الرباط يخفك، تبقى غادي مرة كتشوف الدخلات والخرجات، يعني منين غتدخل الماكينة ومنين غتخرج، انت اللي كطبقهم ماشي لوجيسيال اللي غيطبقهم عشوائي من بعد بحال اللوجيسيالات الاخرين، يعني كيفرض عليك انت اللي ديرهم. بالنسبه للناس اللي يلاه باغيين يتعلموا البيكاج جداد، يعني ما عندهمش اللوجيسيال ديال اليوف، من الاحسن يبداو ديريكت بالويلكوم ولا طاجيما، الويلكوم ولا طاجيما. ديما كيعطيني جوج ضربات، ضربه هي البديه وضربه هي المثاليه، ضربه هي البديه ضربه هي المثاليه، فهمتي؟ باش كلشي يكون فاهم هاد القضيه. جوج ضربات كدير طرف، كدير جوج ضربات، الاولى كتعني البديه الثانيه هي المثاليه. كما شفتو معايا الماكينه جات خدمات منا، دخلات نديروها تخدم نشوفوها كيفاش غتخرج لينا، كيفاش غادي تخرج لينا الوردة من حي الثورة.
لاحظوا معايا ديك الخياطه اللي درت هنايا كيفاش غتمشي، يعني مشات خياطه وجات. الا ما درتهاش الماكينه غتقطع ليا هنا، وغادي تقطع ليا هنا، وغادي يبقى يعطيني ديما الكوبفيل في يبقى يعطيني ديما الكوبفيل في البروغرام. في الخياطه درت عاوتاني هنا باش الماكينه ما توقفش، تبقى غاده ديما غاده دايره كتخيط. هنا ونسالي هنا على الثالث هنا باش ترجع معايا هنا. دي ماركة نظومي باش كنحاول الا كان شي مشكل ولا شي حاجة نحاول نصلحها، لان ضروري كتخدم وفي نفس الوقت كتفيني. ميمكنش شي واحد غيخدم ويخرج كل شي يعني فيني من الضربة الاولى، الا الا كنتي شي حوايج كنتي فاهمهم في اللوجيسيال مزيان. بالنسبه للبروغرام ملي كيكون ديز عالي من الاحسن ما تكتروش البلوكات، لان البلوكات كنكترهم في شي بلايص اللي كيكونوا بحال هادو، ضروري يكونوا جوج بلوكات باش يخرج هاد القنت. يعني الا كان بلوك واحد ما يخرجش، يخرج بلوك واحد ضروري جوج بلوكات. شوفوا معايا مزيان فهاد هنا شنو غادي ندير، غنجي غادي ندور خياطة ديال الران. بالنسبة ليوف راها ضرورية، علاش ضرورية؟ الماكينة تكمل هنا، تجي دير هاد الدخلة ودير هادي وتجي تخدم هادي، وعاد باش تخرج لهادي وتخرج تكمل الاخرين. ولكن هادي غادي ندير ليها ديبليكي وفي نفس الوقت نحطها هنا. علاش؟ لان غير هي النيت، وغادي نقلبها بحال ما هاد الشكل.
وغادا تصغر وغادا تحط هنا. دابا غادي نجي ندخل البلاصه هذه. دائما الدخله ديال اي ورقه من الاحسن تكون من هنا وتسالي هنا. علاش؟ باش فين ما ندير ليها نسخ فين ما نسخها باش نحطها في بلاصه واحده اخرى دائما تبقى لي البديهه هنا ومثالي هنا. انا كنهضر دابا غير على اليوس، ماشي على اللوجيسيالات الاخرين ديال كنتو غير اليوس بوحدو. بالنسبه لهذه هي انا كنشوف فيها هذه هي هي هادي. شنو غندير ليها؟ غندير غندير هادي نسخر شوية. الوردة خفت كانت واحد شوية كما شتو معايا. انا هادي غير باش كنختصر الوقت بحال دابا شي حوايج هنا راه يمكن لك تعاود وتطيبهم هما نيت، ولكن باش نختصر الوقت شوية كيخص الا لقيتي شي حاجة مقاربة لشي حاجة تهزها وتجيبها تكمل بيها. البديع نديرها من هنا ومثاليا نديرها هنا باش الماكينه من هنا تدخل لهادي تخدمها وتخرج ليا لهادي هنا وتحبس. دابا كتسناني نكمل الزواقه فين ما بديت غتبدا ومن وفين ما ساليت غتسالي. دابا غنخدم وحده وغندير هادي. علاش؟ باش المناقيه تجيني هنا. اللي ما عندوش الوقت وبغى يخدم شي بروغرام او دا عنده شي خدمه ولا شي حاجه ما كاين حتى مشكل، مرحبا يمكن ليا نصيبه ونرسل ليه في الواتساب. اللي خصو شي بروغرامات او تاني ما كاين حتى مشكل. المهم النمره ديالي راه كاينه في القناه ديال الواتساب، اي واحد احتاجها يمكن لي وبغى يتصل بيا يمكن لي ياخذ.
فالهادي هادي عندي وانا دابا بديت خدام فيها، فما عليش نكملها. هادي اصلا عندي انا، هي اللي خدمت بيها قبل. طب انا هنا نسيت، ما درتش المثالية هنا باش نخدم هادي، ولكن ما عليش، يمكن لي ندير واحد الخياطة هنا ونحاول نخرج بيها من هاد. نجيبها انا هنا ولا مليش، خليها هنا بلاصتك. دابا الضربات بجوج يكونوا هنا، يكونوا فوق من هذه. علاش؟ باش المثالية دير هنا الوسط والبدية دير هنا الوسط، باش الماكينة تدخل من هنا وتخدم بالزواقة ديالها وتخرج حرة. ما تديرش ليا المشكل ديال الكوفيل، لان يعني الكوفيل كيمح الماكينة بزاف وغادي يدير ليا شلة. الكوفيل فين ما كتلقاش ليه الحل، الا كانوا عندك اللوان كتير تما ما عندكش ليه الحل، ضروري كيجي الكوفيل كشير في الموديل في البروغرام. هاد الضربات درتهم باش الماكينة تبدا من هنا. مشيت عكس ديال اشرح لكم بحالاش، مشيت العكس ديال هاد ديال الماكينة. هذي نجيبها نحطها هنا، حتى لما حطيتهاش يبقى لي واحد الخيط مجرور. البدي هنا ومثالية غندير هنا. متنساوش تقولوا لي في الكومنتار شنو غادي نحتاجو، شنو اللي غادي نحتاجو اكثر، واش الويلكوم ولا اليوف، وشنو هما الحوايج اللي تبغيوهم في الفيديوهات الجايين ان شاء الله في البيكاج. بالنسبه اللي بغى يتعلم البيكاج، دابا هادي غنهز هادو كاملين غادي نحطهم دقه واحده، وغادي نقلب ندير كونترول في كونترول سي باش تقلب في اليوث، كونترول في كونترول سي. اولا اللي بغى شديت هذه مخصني خصني نحيدها، نكليك على كونترول ونكليك عليها هي تحيدات. دابا غادي ندير ندير كليكي ياك باش غنقلب، قلنا نكليك على كونت على في ولا اش وهي تحطها في البلاصه. عندي واحد الزايده كيصحاب ليا غير هي اللي تقدر دير، ولكن ما خدماتش بطريقه جات هي هذيك. يمكن ليا نحرك بالحاجه بالحاجه حتى يتحطوا في بلايصهم.
الخياطة غادي نحيدها. علاش غنحيدها؟ غنخلي الماكينة دير واحد التنقيصة، ماشي مشكل، حيت المهم عندنا حنا هو الكوبفيل ما يكونش كتير. الكوبفيل قداش ما كيكتر قداش ما البروغرام كيجي فيه قوة تقاطع، وحتى كيمكن الحرير يتنثل من بعد. كما شفتوا معايا الموديل هو السادة، ودابا غادي ديرها كاملة في كيف حال الشكل، وغادي نبدل لها اللون. وعاد القضية غادي نقول لكم في هاد لوجيسيال ديال اليوف، بالنسبة لأي واحد كيخدم به طرز رباطي، فأصغر مساحة يمكن لك تخدمها وما تديرش لك مشكل. في الماكينة هي مليمتر مليمتر فاصلة شي حاجة، المهم تفوت المليمتر، حيت لا بقات غادا بالمليمتر ولتحت راه غادا تقطع وغادا تسرط لك الخيط. المشكل كيوقع بزاف د الناس وبالأخص اللي كيخدمو بيوف. الحاجة التانية ما تفوتش تسعات المليمتر، تسعات المليمتر. دابا غادي نعبر، ولا كانت أكتر كاينة نعبر أكبر بلاصة هي هادي، فهم؟ ولا كانت فيها أقل اكثر من 10 مليمتر يعني سنتيم، راه غادي نخدمها فرش، راه ما غتخرجش مزيان. اذا اش غندير؟ غادي نصغر البروغرام لان العبار ديالو الاصلي ماشي هو داك. واخا فين كنعرف العبار؟ باش كنعرف العبار، باش كنعرف العبار كنكليكي على السنتيم، هو هذا، ها هو العبار لتحت الاكس والايكريك. باش نصغر اكثر، ها هو العبار واحد اكس والاكريك، يعني الطول والعرض. ماذا كيعبر لك كي تعتبر شي حاجه مايله؟ ناخذ سنتيم كما كتشوف معايا 12 مليمتر، 12 مليمتر. اذا انا غتنقص فيه 3 سنتيمتر هذا البروغرام، 3 سنتيم اللي غادي تنقص. علاش؟ لان الا ما نقصتهاش حيت راه ما يمكنش وريده غير صغيره وانت باغي تخدمها غير بالساتان وغادي تخدمها وغادي تجيك كبيره وفي نفس الوقت ما غادي تجيك. لا، الا بغيتي تخدمها بهذيك الخدمه، الا بغيت نخلي نفس العبار، اذا هذه غنسيليكسيونيها وغادي نديرها بتاتامي. تاتامي يمكن لك تخدمها، اما بالساتان ما تخدمش، غادي راه بالساتان مخدومه. لا قرينا هنا غادي تلقى بارودة، يعني زيكزاك فتان سيليكسيوني. شحال بقات فيها دابا؟ بقات فيها 12 سنتيم و 13 سنتيم، 13 سنتيم. العبارة دابا شوفوا معايا، لاحظوا معايا لتحت العبارة فين غادي يوصل. 10 مليمتر فاصلة تسود، 10 فاصلة تسود. راه كتبان لكم الاكس، ها هي كتبان لكم هنا، هنا حتى 10 كثيرة. فإلا بغيتي تخليها بهذه الطريقة نفس العبار، غادي تسيليكسيوني وغادي تجي الاف تسود وغادي تعزل التاتامي. هاي ستيب التاتامي، وغادي ندير لها هكا. نشوف هنا عندي 35، هاي فين هي كيما شفتو معايا دابا رجعات بالتاتامي، هاي رجعات التاتامي. هاد التاتامي راه تجي مزيانة في الخدمة. إلا درت التاتامي يمكن ليا نخليها بالعبار الأصلي الكبير كاع، بعبار كبير. المهم انا غادي نخلي لكم بالتطامي وغادي نخليها حتى ب
هادي تاهي نديرها ديك نزل واحد ثلاثة نديرهم ب ستيب تاع طعمي اذا دابا اش غادي ندير دابا غادي نسجل هاد البروغرام وغادي تلقاو في غادي تلقاو في البلوجر واللي غادي تلقاوه تحت من الفيديو. شكرا على المشاهدات والى اللقاء في فيديو اخر. ما تنساوش تشتركوا معي في القناة باش يوصلكم كل جديد. شكرا والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.